السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة بشعار عاش المغرب ولا عاش من خانه ولا غالب إلا الله. نمر الآن إلى العناوين. إلى العناوين. جريمة عالمية، بطلها تبون وابنه والجنرالات والرئيس الموريتاني السابق وصندلية، تفاصيل مثيرة. عاجل وخطير، إسبانيا تتخذ موقفا غير مسبوق وتصدم المملكة المغربية بتصرف غريب بالصور. من روسيا موسكو، خنز الريحة يمرر المغالطات في حق المملكة المغربية ويتهمون بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. المغرب يتهم الجزائر بسرقة 150 مليون دولار. هام جدا، ليبيا تنتصر للمملكة المغربية وتبرر عدم حضور المغرب في مؤتمر برلين وتصفع ميركل. العقر شاليا غونزاليس أصبحت مهددة بالسجن بسبب قضية بن بطوش. الأزمة بين الرباط ومدريد، المغرب يمنع وزراء وبرلمانيين وسياسيين من هذا الشيء. الملك يوجه رسالة إلى أمير قطر وهذا ما جاء فيها. بريطانيا تزف بشرى سارة للمغاربة. كندا تدخل على الخط. عاد إمبراطور الكوكايين حسب جريدة الجزائر تايمز الجزائرية خالد تبون لمزاولة نشاطه الإجرامي مع شركائه من جنرالات موريتانيا وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. فموريتانيا لازالت عبارة عن صحراء كبيرة جدا مقارنة مع نسمة قليلة وشعب حسب الصحيفة معظم يعيش الفقر والتخلف. لهذا ازدهرت تجارة الكوكايين في موريتانيا ليس كسوق وإنما كبلد عبور. لذلك جنرالات الجزائر لن يتركوا هذه الفرصة تمر من دون أن تكون لهم قدمة من هذه الكعكة العالمية. وحسب ذات الصحيفة، فغرب صحراء موريتانيا يوجد أحد أكبر المطارات سرية في العالم في الصحراء، والذي بناها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمساعدة خبراء من المكسيك في منطقة استراتيجية. فعدم وجود الناس فيها جعل منها محطة عالمية لتسليم واستلام أطنان من الكوكايين دون أي حسيب ولا رقيب أو أي مضايقة، حيث ينقل مقاتلية صندلية الكوكايين القادم في طائرات الكولومبية من موريتانيا إلى قواعد عسكرية بالناحية العسكرية التاريخ بتندوفة، ومن ثم ينقله الجنود الجزائريون إلى موانئ وهران، وهناك تتكلف عصابة ابن الرئيس الجزائري خالد تبون بنقلها إلى مارسيليا، ومن هناك يتم توزيع الشحن على باقي أوروبا. وهنا للإشارة، فخالد تبون نجل كلب الجنرالات كان قد مثل أمام القضاء بتهمة تبييض أموال وتهريب 700 كيلوغرام من الكوكايين عبر حاوية قادمة من البرازيل إلى ميناء وهران، وعند مثوله برفقة متهمين آخرين في قضية المدعو كمال البوشي، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية التي كانت تحقق في القضية في مكتب صاحب شحنة الكوكايين على مئات التسجيلات التي كان يقوم بها صوتا وصورة لكل من كان يدخل مكتبه من مسؤولون مدنيين وعسكريين وأبنائهم، وعلى رأسهم ابن الرئيس الجزائري تبون خالد تبون، والذي واجهته الشرطة بتسجيلات هاتفية مع البوشي وهم يتكلمون حول وصول شحنة 700 كيلوغرام من الكوكايين، مما جعل خالد تبون ينهار عند مواجهته بهذه التسجيلات ويعترف أنه فقط يشتغل عند والده رئيس الجزائر الحالي، وهو الذي يسير كل شيء. يبدو أن إسبانيا تعرف تجاذبة في قرارات مسؤوليها، فبين التهدئة التي تطلب بها الجهات الرسمية في الحكومة الإسبانية مع المملكة المغربية موزعة بين رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الخارجية العقروشة غونزاليز لايا، أقدم مسؤولون إسبان على خطوة في ظل توتر العلاقات التي ما زال حبلها مشدودا بين البلدين. وفي هذا السياق، استقبل مجلس مدينة تياس بجزر الكناري أمس الخميس 24 يونيو الجارية وفدا من جبهة الصندلية، مبديا اهتمامه بما طرحه الوفد حول الصحراء المغربية. يترأس الوفد ما يسمى مندوب الجبهة في جزر الكناري حمدي منصور، المندوب في لازاروت بشير منصور، وآخر يدعى محمد علي. وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن رئيس بلدية الراسخ سيخوان كروز ومستشار الخدمات الاجتماعية نيكولاس سيفاردار
استقبل الوفد واستمع إلى تقرير عن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية بالصحراء المغربية. وأوردت الصحيفة نفسها أن الهدف من هذه الزيارة المدرجة في زيارة لجميع الجزر وهو عرض وصف الوضع الحالي بالمنطقة، والذي حاول من خلاله الوفد الزائر بإقناع المسؤولون الإسبان بجزر الكناري بوجود حرب ثانية بدأت حسب تعبيرهم وكذبهم وإفكهم في 13 نوفمبر 2020. وتأتي هذه الزيارة في ذيل اندلاع أزمة إسبانية مغربية بسبب استقبال الجارة الشمالية لزعيم جبهة الصنادلية فوق أراضيها بشكل مستفز دون إخطار المملكة المغربية التي تربطها معها علاقات، وذلك بمبرر بين مزدوجتين إنسانية، ما جعل الأزمة تشتد بين البلدين خاصة بعد إخلاء سبيل رخيص من طرف القضاء الإسباني الذي استمع إليه في فاتح يونيو الجاري دون أن يتخذ في حقه أي إجراءات قانونية.
شاء الله.